إن الشهادة الحقيقية ليست وليدة صدفة كأن يخر الشهيد صريعاً بغير إرادته ضحية لموقف غادر لأحد المجرمين هنا أو هناك، وإنما هي اختيار أكيد ومنهج حياة مبنيين على فلسفة ويقين ورؤية محددة للأمور. فالشهيد قبل أن يصرع هو مشروع شهادة، حي يتحرك نحو مصرعه بصبر ومثابرة وحيوية وقوة وفاعلية، وهو يحمل معه ناره ونوره وعطره وعبقه، ويسير نحو الشهادة بإرادة كاملة وبتنظيم دقيق وبخطى ثابتة لا تزحزحه الإغراءات ولا التهديدات. ولذلك فهو شهيد وإن مات على فراشه حتف أنفه. أما الآن فمع كلمة للإعلامي العراقي الأستاذ علاء الخطيب، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته، السلام على الدماء التي سالت من أجل الحياة والرفعة، السلام على الشهداء جميعا، السلام على شهداء البحرين الذين تسابقوا ليقدموا أنفسهم بسخاء من أجل الحرية والعدالة والمقدسات، الحرية للمعتقلين ولسجناء السياسيين الشهداء الأحياء الذين رفضوا الذل والمهانة من أجل كلمة وصرخة حق بوجه الباطل ليحققوا أعظم الجهاد، إذ قالوا كلمة حق في وجه سلطان جائر. أيها الأحبة، عندما نتحدث عن الشهداء فإننا نقف أمام رجال أبوا إلا أن يعيشوا بكرامة ويودعوا الحياة بعزة، لأنهم يحملون قضية شعب وهم وطن. لذا ينظر دائما في الشهادة إلى الغاية من التضحية وليست إلى التضحية بذاتها. ربما نقول أن فلان ضحى، كثير من المضحين، هناك كثير من المضحين، لكن تذهب تضحياتهم إلى الفراغ إذ لم يحملوا قضية. فهذه هي ثيمة الشهادة، عندما نتحدث عن الشهداء نتحدث عن التضحية بالقضية، الإيمان بالقضية، الإيمان بالهدف الذي يسعى إليه الشهيد. والهدف الذي تبتغيه هذه التضحية هي الأهم من التضحيات، لربما تذهب كثير من التضحيات إلى الفراغ. الهدف هي العزة والكرامة، الهدف هي رفعة الوطن، الهدف هي حفظ المقدسات، الهدف أن يكون رأسك عالياً. لذا يقول الشاعر: عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك أنها أغلى، وإلا غادرتك ذليلا. فالعز مقياس الحياة، وذل من قد عد مقياس الحياة الطولا. قل كيف عاش ولا تقل كم عاش، من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. لا غرو إن طوت المنية، ما المنية ماجدا، كثرت محاسنه وعاش قليلا. ليس الهدف أن نعيش في هذه الحياة، ليس الهدف أن نعيش في هذه الحياة وأن نعمر فيها، لأنه ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. لربما نرجع إلى أرض العمر ولم نحقق شيئا. لكن الشهيد عندما يذهب بحماسته بروحه التي تصنع بها الحياة، ربما الكثير من الناس يعتقد أن الشهيد يموت والآخر يموت والكل ينتهي إلى الفناء، لكن هناك فرق في الميتة. هناك من يموت من يصنع الحياة، وهناك يموت ليكون طعما للديدان. هذا الفرق بين أن تكون شهيد وبين أن تكون طعما للديدان. من يصنع الحياة هؤلاء الذين تذهب حقيقة دماءهم لتثمر، فأينعت هذه الدماء، أينعت. عندما نتحدث عن الإمام الحسين صلاة الله وسلامه عليه، نتحدث عن ثورة أينعت حياة، صنعت حياة. كل الثورات التي تصنع الحياة هي الثورات التي رويت بالدماء. هذه خلاصة الشهادة. عندما نتحدث عن الشهادة نقول أن فلان قد استشهد. ما معنى قد استشهد؟ ليس معنى أنه مات، وإنما معناه أنه صنع حياة جديدة للآخرين. لأن لولا الشهداء لم تكن هناك حرية، لم تكن هناك عزة، لم تكن هناك كرامة، لم يكون هناك ذل وخضوع وخنوع واستكانة.
لذا عندما نتحدث عن الشهداء فإننا نقف أمام رجال أبوا إلا أن يعيشوا بكرامة. لذا نتحدث عن جميع الثورات نحن هنا في منطقتنا، ونتحدث أيضاً عن حجم التضحية في الثورات. عندما تكون أو عندما يكون حجم التضحيات كبيراً تكون الثورة وإن كانت في بلد صغير لكنها عظيمة. ربما مثال واحد ينطلق من منطقة صغيرة يعم العالم كل العالم. الثورة البحرينية، هذه الثورة التي للأسف الإعلام العربي لم يكن منصفاً معها، وحتى الإعلام العالمي. كنت قبل يومين على قناة اللؤلؤة، وكان معي أحد الإعلاميين في اللبنانيين، تحدث كثيراً. هذا نتحدث عن الباذنجان يسب إيران، نتحدث عن الطماطة يرجعها لإيران، نتحدث عن ما أعرف المريخ أيضاً يتحدث عن إيران. فقلت له يا سيدي تعال إحنا خلنا نتفق، أنت الآن وصف محمد بن سلمان وصفه بأنه ديغول العصر، وقال لي أنه هذا ديغول العصر والإصلاح وكل الأمور التي فعلها سوف يكون هذا الرجل ديغول العصر، لأنه حقيقة ما أعرف أنه كان في وعي أو غير وعي، لعله في السعودية هناك قوات للأنصار يعني حاربت ألمانيا، يعني تعرفون أنه ديغول كان هو قائد قوات الأنصار وكان مقاوم، وديغول كان شخصية وطنية قبل أن يكون نختلف معه أو نتفق معه، هذا قضية ثانية. لكن ديغول لا يمكن تشبيهها بمحمد سلمان وارث حكم. فقلت له يا سيدي تعال أنت انظر إلى قضية البحرين، إحنا نتحدث عن هذه القضية، نتحدث عن قضية التطبيع طبعاً إحنا كان، والبرنامج انحرف إلى البحرين. فقلت له طيب أنت الآن تقول لي يعني هذا الرجل ديغول، طيب ديغول خي يخرج قواته من البحرين واللي يضرب هؤلاء. أنت قال أنه هذا يحارب الإرهاب، هذه القضية تحارب. قلت له طيب البحرين شعمل يعمل يحارب الإرهاب؟ ما هي ثورة من السلمية لا إلها علاقة لا بالتفخيخ ولا بقطع الرؤوس ولا بالسيارات المتفجرة، ولا أكو إرهابيين ولا أكو شيء في هذا البلد. لحد الآن هذه الثورة منذ بدايتها ثم انطلاقتها لحد هذه اللحظة لم نسمع بأن هناك رجل فجر نفسه على سبيل المثال. طبعاً السلمية في زمن العنف والسلمية في زمن المتفجرات وقطع الرؤوس عملية موازنة صعبة جداً. لذلك أود أن أشير إلى قضية مهمة جداً، وهي أن كثير من الأخوة البحرانيون أو البحرانيون يعتبون على العراق ويعتبون على الموقف العراقي. ودت هنا أن حقيقةً أشير إلى هذه القضية المهمة. العراق ليس بلداً هامشياً لكي ينكفئ على ذاته وأن لا يتفاعل مع القضايا الخارجية، بالعكس أنا أعتقد أن العراق يجب أن تكون بيده أوراق قوية خارجية لكي يتمكن حقيقة من أن يكون رقماً صعباً في معاهدة الشرق الأوسط في المنطقة الإقليمية. كثير من الأخوة يقولون لماذا العراق لم يتفاعل مع القضية البحرينية بالقوة؟ طبعاً من حق هذا سؤال وجيه ومطروح، لكن أنا عند استقرائي حقيقة واتصالي ببعض المسؤولين رأيت أن هناك مسارين في تأييد الثورة البحرينية، هناك مسار شعبي وهناك مسار رسمي. المسار الرسمي يحاول أن يمسك العصا من الوسط، رغم أنه في الخفاء هو مع القضية البحرينية، لابد لأنه هي قضية عادلة بغض النظر عن القضية المذهبية. بالمناسبة نحن لا نقف مع البحرين باعتبارها أنه قضية مذهبية أنه شيعة وإحنا شيعة وإلى آخره، لا أبدا، لأن يعني الآن نقف نحن مع فلسطين على سبيل المثال. المدن العراقية كلها خرجت تظاهرات من أجل القدس، هل معنى أننا مثلا نقف مع الفلسطينيين من أجل المواقف الفلسطينية فقط؟ لا، بالعكس المواقف الفلسطينية كانت مواقف لعله مشينة، في كثير من الأحيان كان هناك يعني إرهابيين فلسطينيين في داخل العراق، لكن هناك قضايا عادلة يجب أن نقف معها. الحقيقة المستوى الشعبي أو المسار الشعبي هو مؤيد تماماً للبحرين ومؤيد تماماً للتضحيات ومساند وداعم لهذه التضحيات. يعني أما المسار الرسمي فكما أسلفت أنه يمسك العصا من الوسط، يريد أن يوازن في هذه المنطقة، لأن العراق يعني تصريح الأخير لوزير الخارجية العراقي قال نحن نريد أن ننأى بأنفسنا عن الصراع السعودي
الإيراني. نحن عندما نتحدث أيضا عن البحرين لا يمكن حقيقة أن نغفل الدور السعودي في البحرين وفي اليمن وفي المنطقة بأسرها، لأنه هو المحرك الأساس في هذه المنطقة. وبالتالي يعني أقول أنه هذا الدور لا يمكن أن يخفت، لكن أيضا بجانب هذا أنا أعتقد أيضا الإعلام العراقي غير الرسمي هو إعلام مقصر. الإعلام الرسمي ممكن لا يعتب عليه، ولكن الإعلام العراقي الغير الرسمي هو مقصر، لم يمنح حقيقة الثورة البحرينية المساحة الكافية وهمشت القضية البحرينية. في البداية كان هناك بعض البرامج، حاولنا حقيقة أن تكون هناك بعض البرامج أن تدخل في القنوات الفضائية، لكن للأسف هذه القنوات لم تعد شغلها الشاغل هذا، لأنه إحنا انشغلنا في قضية داعش ودخلنا في هذا الموضوع. المهم أقول أن الشهداء هؤلاء الذين يصنعون الحياة كما صنعوا الحياة في لبنان وصنعوا الحياة في العراق، متأكد أنا ومطمئن أنهم سيصنعون الحياة في البحرين. لابد لهذه الدماء أن تثمر، لابد لهذه الدماء اليوم من الأيام أن تخرج عن صمتها وتقول كلمتها. يعني العراق لم يتحرر من الإرهاب لولا دماء الشهداء الذين تقدموا يحملون هم الوطن، يحملون هم قضية، لأنه التضحية بدون قضية لا يمكن حقيقة أن تكون يعني مثمرة، لا يمكن أن تكون صانعة للحياة. فلهذا في هذا اليوم يوم الشهداء لا يسعني في هذه العجالة إلا أن أتقدم إلى كل أرواح الشهداء وأسأل الله بالرحمة والغفران والرضوان لهم، وكذلك نرفع أيدينا بالدعاء للتفريج عن كل المعتقلين، هؤلاء الشهداء الأحياء الذين يقبعون في سجون الطغاة في سجن الخليفة وفي كل السجون، ولربما كثير من عندهم نقل إلى السجون السعودية كما يعني تناهى إلى سمعي أن البعض نقل إلى السجون السعودية، ما أعرف هذا صح أو خطأ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يجعل الشهداء شموع مضيئة في سماء كل بلداننا، بلدان التي تنشد الحرية. بلا شك أن الحرية لها ثمن عظيم وثمن كبير كما أسلف سماحة الشيخ والدكتور سعيد. الحرية لا يمكن أن تأتي إلا من خلال التضحيات، مع أني مخالف لأن تكون الحرية في حمراء، أنا دائما مع الحرية الخضراء التي تنشد السلام. يعني أنا لست مع العنف، لكنني مع السلام ومع كل يد تمتد إلى السلام وتمتد إلى الحوار، وتمتد أن تكون هذه اليد حقيقة حضارية، يد أن نبتعد بمنطقتنا عن هذا القتل وهذا العنف وهذه التفجيرات وكذا، لأن عانينا كثيرا حقيقة. ديمومة الصراع هو من أجل إسرائيل، ديمومة الصراع لا يفيد إلا الصهاينة. وبالتالي يعني اليوم كل البطولات اللي نشوفها في داخل الوطن العربي، وأتذكر هنا كلمة لمحمد الماغوط الكاتب السوري الكبير عندما يقول ليس هناك شيء أسوأ في هذا الزمن من أن تكون عربياً. وفعلاً عندما نكون عرب بهذه الصورة التي نراها الآن في الإعلام، عندما يقتل أحدنا الآخر، عندما يتفرع أحدنا على الآخر، عندما حقيقة نفخر بالقتلة، يعني من يقتل أخاه فهو بطل، وبالتالي لا أحد يحرك كل جيوشه وكل آلته العسكرية باتجاه الأعداء الحقيقيين، وإنما عضلاته ترتفع باتجاه إخوانه كما حدث. يعني في الحقيقة قرار ترامب اللي تحدث عنه سماحة الشيخ قد أسقط كل أوراق التوت عن كل الحكام العرب، ووضعهم أمام يعني خزي وعار تاريخي، لكن هؤلاء لا يستحون. لماذا؟ لأنه لا يمكن يعني للسفلة أن يستحوا من 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 عمل هو عار، مستحيل أبدا. أتمنى أن نلتقي في اللقاء القادم في عيد الشهداء والبحرين ترفل بالحرية. أتمنى أن تكون البحرين في عامنا القادم تضم كل هذه الوجوه الطيبة النيرة بين أحضانها لكي تبني الحياة وتصنع الحياة لنخلد الشهداء جميعا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ علاء الخطيب على كلمته التي أشار فيها إلى أهمية نصرة الشعوب والحركات الإسلامية والأنظمة العربية لقضية البحرين الحق، وأن تقوم وسائل الإعلام بدورها النضالي،
وحمل قضية الشهداء الأبرار.